شاركت الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي الشيخة عائشة بنت علي آل خليفة في اجتماع كبار مسؤولي الدول العربية المعنيين بملف مواجهة آثار جائحة كورونا على الأشخاص ذوي الإعاقة في الدول العربية الذي عقدته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية الاجتماعية لغرب آسيا الأسكوا عبر الاتصال المرئي. ويهدف الاجتماع إلى التنسيق مع الشركاء والحكومات حول التصدي لتداعيات الجائحة وتأثيرها على الأشخاص ذوي العزيمة والتعرف على المبادرات الوطنية في هذا الشأن وتوفير منصة للإطلاع على التجارب المختلفة والآليات التي تضعها الدول لحماية المجتمعات من هذه الجائحة وآثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية على هذه الفئة خدمة لهم ولتمكينهم وإدماجهم في المجتمع. واستعرضت الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي خلال الاجتماع جهود مملكة البحرين في رعاية وحماية الأشخاص ذوي العزيمة في ظل الظروف الاستثنائية العالمية، حيث استمرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتقديم خدمات شاملة لهم تتمثل في صرف المخصص المادي الشهري، فضلا عن استمرار تقديم خدمات الرعاية والتأهيل لهم من جملة من الخدمات المساندة الأخرى والبرامج المتنوعة التي تم توفيرها لهذه الفئة، وذلك من خلال المراكز التأهيلية الحكومية والأهلية والخاصة.